نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى وتحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسين مستوى المعيشة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر. في مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط مجموعة المنصور في السوق المصرية، لا سيما حرصها على توطين صناعة السيارات محلياً بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الصدد. امبارح ايضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس احمد الجندي رئيس شركه هاير مصر لمتابعه المراحل التاليه من مجمع مصانع العاشر من رمضان. استهل مدبولي اللقاء بالاشاره الى حرص الحكومه المصريه على استمرار تقديم مختلف اوجه الدعم اللازم لشركه هاير العالميه اللي بتعد واحده من كبرى الشركات على مستوى العالم المتخصصه في مجال صناعه الاجهزه المنزليه، منوها الى ان الحكومه قامت بتوفير الارض واتاحه الرخصه الذهبيه وغير ذلك من التيسيرات لاقامه مجمع الشركه الصناعي المتكامل بمدينه العاشر من رمضان، واللي شرف بافتتاح فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للمرحله الاولى منه في مايو الماضي خلال الاحتفال بعيد العمال. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني اللي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع اللي عكست الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.